على فين العزم يا ابو بديع؟ ما تقوليش يا ابو بديع قطعت. ليه مش بنتك؟ لما تبقي تخلفي لي واد اندهلي بيه. قال ابو بديع ما علينا، نفوت لك فرق. رايح فين دلوقت؟ رايح فين؟ عندي شغل. ما قلتليش يعني عن الشغل ده من امتى؟ انا من امتى بديكي سر كله؟ ليه وانا مش مراتك؟ انا راجل ما احبش حرمه تسالني رايح فين وجاي منين. هتعوج؟ انا مش لسه قايل لك ما تسالينيش عن اي حاجه. ما انت النوبه اللي فاتت خرجت وما رجعتش، وبعد كده لقيتك في اللومه. قري يا اختي قري، حاكم الحكايه ناقصاكي. واخرتها معاك يا حسب الله. في ايه يا واد؟ يا ما جاب الغراب لهم. ايه ده يا واد؟ ايه ده كله يا واد؟ ولا الحوجة لحد تاكلي وتشربي 24 جرام. يا حلاوة يا حلاوة، وريني كده. ايه ده كله؟ ايه ده كله يا ابو العيلة؟ خيرات ربنا يا اما، خيرات ربنا، تاكلي وتشبعي شهر بحاله. الله، وجبت الحاجات دي كلتها منين؟ ما تسأليش. سرقتها؟ مستحرمة ما تاكليش. لا حاكم، بس يعني خايفة عليك. لا ما تخافين، لما تدوقي طعم السردين والبلوبيف هتقولي عايزة من ده كل يوم. أنا قلت حاجة؟ أنا بس بقول فرضنا إنهم قفشوك، هيبقى زي الحال. بطل أنت يا أختي نقي، وقرهم هم عمرهم ما يقفشوك. أهو قرك ده اللي هيودينا في 60 داهية. كلي كلي، ما تتبطليش على نعمة ربنا. أهو حلال أكلناه، حرام أكلناه.